الصلاة والسلام على قاتل مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية اللي سليت الضوء على مجموعة ديال المعطيات ومجموعة ديال النقاط ومجموعة ديال المواضيع اللي تتشغل الرأي الفاسي والرأي العام الوطني حول مجموعة المواضيع اللي عندها صلة بالجماعة ديال فاس وبها مجموعة بشخصنا المتواضع المسيري عبد القادر في تقديره للشأن المحلي وممارسته للعمل السياسي. وبالتالي انا في هذه الندوة الصحفية في الاخوان جميعا ما كاينش خط احمر، كاين الصلاحية لكل الصحفيين في طرح جميع الاسئلة التي يشوفوها. هذه تنور الرأي المحلي على مستوى فاس والرأي الوطني بطبيعة الحال. وتفضلوا مشكورين، فاللي بغى ياخذ الكلمة في شي سؤال مرحبا به. في الوقت اللي كنت درت البرنامج ديالي ديال الحملة الانتخابية سواء الجماعية أو البرلمانية حزب اتحاد شركة القوى الشعبية، كنت خديت على الحقيقة ديال من بين الملفات اللي هذه ناضل عليها وهذه متواجد فيها هو ملف النقل الحضري من مدينة فاس. كما تعلمون على أن في الوقت اللي خدينا المسؤولية داخل جماعة فاس بصيف التيمي كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس، لقينا ملف فوق الطاولة وهو ملف النقل الحضري اللي فيه مجموعة ديال الملاحظات ديال المجلس الجهوي للحسابات، مجموعة ديال المعطيات اللي كانت غايبة علينا نحن كسياسيين. وبالتالي خديت هذه المعركة سواء في اللجنة اللي كانت تتبع داخل المرآب ديال النقل الحضري أو في خراجات متسارية، لأن خصوصا وعلى أنني قريب كنت مستخدم في هاد النقل الحضري بصفة عامة ماشي في هذه الشركة هذه، وبالتالي تنعرف الدواخل والخبايا ديال النقل الحضري بصفة عامة. طبيعي أو أكيد كنت هددت الجهات المعنية التي يعنيها الأمر اللي عندها الملف بين أيديها، إلا ما تحلش هذا الملف غادي نقدم استقالتي من تدبير الشأن المحلي ومن الجماعة. وهذا كان سيطا ميساج للمسؤولين وواحد اللغة اللي كانت ربما غابت منذ فترات طويلة، لأنني كنت راه كنواضي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تفاصيل الطلبة الاتحادية، وبالتالي كانت هذه واحد اللغة سيطا ميساج للمسؤولين. أكيد كانت تحركات، كان سؤال طرحته للسيد وزير الداخلية في البرلمان حول النقل الحضري، كانت مجموعة ديال التحركات اللي سميتهم. هادشي كله اجتماعات مع مديرية الجماعات المحلية أنا وسيد الرئيس، يعني حبينا هذا الملف هذا على العاتق ديالنا. هادشي تمخض عليه واحد المشروع استثماري اللي كانت جابته وزارة الداخلية، هادي مليار تكلف بها الجماعة والجهة، 21 مليار اللي هادي تكلف بها الشركة. أكيد أن هذا معطى وهذا مشروع استثماري اللي كان خرج للوجود، لأنه لولا التحركات ديالنا والنضالات ديالنا لا أنا ولا السيد رئيس ديال الجماعة ما كانش هذا المشروع كان هادي خرج للحين الوجود. وبالتالي احنا تنتظروا هذا المشروع هذا اللي هو الآن بين يدي السلطات المحلية وسيد سيد الوالي. هذا ما يخص النقد الحضاري. مما يخص ملفات اللي تيهضروا عليها ملفات الفساد وملفات سميتو، انا اعتقد ما كاينش شي ملف من الملفات داخل الجامعه من الملفات ديال الفساد، والدليل على ذلك هناك هضره وكلام، كاين حديث عن الملف فلاني في المود. من الملفات اللي كانت تيهضروا عليها هو واحد الشركه تتحس براسها بان ظلمت في واحد الصفقه عموميه اللي هي ديال 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 الطرقان، لان كان واحد اللو كاين واحد المارشي خاص بالطرقان فيه أربعة ديال ليلو، أربعة ديال سميتو. هاد الشركة هادي شافت راسها بأنه مشى لها الحق ديالها، من حقها تمشي دير شكاية عند الجهات المعنية، لكن هاد الشركة هادي غلطت في الطريقة ديال الشكاية ديالها. نورمالمون شنو كانت خصها دير؟ كانت خصها دير شكاية للسيد الرئيس بأنني أنا تظلمت كشركة حول لأنه سميتو، باش نكونوا واضحين في هذا الملف هذا. هادي شركة كلاسات في هاد في دولو كلاسات دوزيام، كلاسات دوزيام. وبالتالي كاين واحد الطابلو تتعطيه وزاره الماليه اللي حنا تنقدموا لها جوستيفيكاسيون دي بري. هاد الشركه الضريبه دارت زيرو. واش اللي دار زيرو في الضريبه؟ هي ياخذ المارشي، لان الا عطيناها المارشي حنا اللي غادي نتحمل المسؤوليه. داك الساعه غادي تجي رجال الشرطه والقضاء. انا كنت رئيس اللجنه. شنو هي رئيس اللجنه؟ رئيس اللجنه هو تيجيو لي زونفولوب تنحلهم تنعطي للتريزور. انا تنقولها والناس ديال التريزور اكيد راه هادي يكونوا متبعين تيقلب. كاينه مدام عايده اللي هي ممثله ديال الكاتب العام، حتى هي المرحله الثانيه. كاين المهندس المعني بالامر اللي تيكون عنده الصفقه سواء الطرقان سواء الضو تيسميتو، كاين تقنيا انا داك هما اللي تياخذوا القرار. طبيعه الحال تناخذوا معاهم القرار كاملين، انا داك الاول الثاني الثالث اكسيتيرا، تيجي تنحلوا لوفر فينونسي بحضور ممثلين ديال الشركات.
الاول تنقول له بون جوستيفينا لي بري، تنعطيو هذاك الطابلو اللي هو ديال وزاره الماليه ماشي ديالنا، تيعمرنا داك لي بري اللي دارهم بما فيهم الضريبه. كاين كومبليمون دوسي، شنو هو كومبليمون دوسي؟ هي داك الكوسيون واش قانونيه، لان تيكونوا تيجيبوا لنا حنا بار بسميتو بالانترنيت، يعني الملف كله تيتقلب. الا كان هادشي هاد السيد موفره فيه الشروط راه تياخذ الصفقه، ما كانش موفره فيه الشروط تتكون واحد سوكوميسيو، واحد اللجنه تابعه لذاك اللجنه. شكون اللي تيكون فيها؟ تيكون فيها المهندس والتقنيين، وتيخرجوا بي في بتنسيق مع 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 التريزور. ما تيكون فيها لا بوصيري ولا رئيس ولا هم يحزنون. هاد السيد هذا اللي كان دار شكايه كلاسه دوزيام، نفس الغلط اللي دارت شركه سبليونيه داره هو، وبالتالي دار زيرو في الطيفيه في الضريبه تاكس في لي تاكس زيرو. كتبنا له قلنا له هتجستيفي لنا علاش درتي زيرو، عطيناه 48 ساعه. قال لك انا ما عنديش الكونطابيليتي. اذا شنو غادي نديروا له؟ نعطيوه؟ الا عطينا هذه نمشيو نتحاكموا. تنمشيو للتروازيام، التروازيام هو اللي خدا دولو الاخرين جو بونس، واقيلا لو ان ولا تروا جو سميتو جوستيفي لي بري، عمر لي بري، خدا 4 ديال ليرو. السؤال اللي تنطرحو انا وتنطرحوا للناس المسؤوله وتنطرحوا للقضاء، هاد السيد اللي دا 4 ديال ليرو، مارشي واحد اخر راه دالو دا مارشي، وكان تيكلاسي سيزيام، واول مره غادي تعرفوها نتوما الصحافه. هاد السيد اللي خدا داك 4 ديال الطرقان، دا مارشي واحد اخر ديال الطرقان بوحديتو كان تيكلاسي سيزيام. كلكم طرحوا عليا السؤال علاش خدا سيزيام وخدا مارشي؟ لانه الخمسه الاولى كلهم مزورين لي كوسيون، حتى شي واحد ما هضر عليها. خمسة ديال الشركات مزورين لي كوسيون. هنا اللي تيخص القضاء يتدخل، وتيخص الناس المعنيه بالامر، وتيخص الصحافه وكلشي يقول لك علاش هذا داد 4 ديال لي لور سميتو خدات هذا المارشي، حتى واحد ما هضر عليه. وانا الان بهذا سميتو تنقول لكم بان خدا مارشي، لان خمسة الشركات كانوا سميتو بون. هذا سميتو. نجيو للمرحله ما اخر ما كاين السيارات، ياك الفوريا سيارات الفوريا قبل بالنسبه للزوال ديال لي كوسيون. غادي نمشي غير داك السؤال ديال لي كوسيون، شنو الاجراءات اللي درتو نتوما باش لقيتو نتوما هذاك لي كوسيون مزورين؟ واش ما درتوش اجراءات قانونيه؟ واخا بون، انا ما عنديش الصلاحيه باش ندير دعوه بشي واحد، لان انا رئيس اللجنه. الدور ديالي تنحاصر فتح الاضرفه في الوقت اللي كانوا الاضرفه، اما دابا ولاو سوميسيوني الكترونيك. سوميسيوني الكترونيك عندنا واحد الموظف سميتو يوسف، تيجيب البيسي تيفتح تيبان لنا داكشي كلشي قبالته. بون تيجي السيد تيسوميسيوني عندنا واحد الكوسيون معينه، تيكلاسي هو الاول، تنجيو تنكتبوا له كملنا كومبليمون دوسي ودرنا جوستيفيكاسيون دي بري، لان تيخصو يجيبهم بابيو، ساعات يجيب لنا الورق. مي تيجي لنا داك الكوسيون اللي هي بابيو وتنقارنوها مع الاخرى، تلقاو غير الامضاء راه تيبان لك لي ريفيرونس يبان لك مغيرين. اذا تنقصيوه، تنقولوا للسيد الرئيس راه قصيناه، ها علاش؟ تنديروا البي في ديالنا. البي في شكون اللي تيديروا رئيس مصلحه الصفقات، تنسنيو كلنا فيه، علاش قصيناه؟ تندوزوا للثاني، الثالث، الرابع، الخامس، توصلنا للشركه اللي خدات اللي نايضه عليها دابا القيوميه. إذن البوصيري لا يتحمل المسؤولية في رفع دعوى لهاد الناس اللي كانوا تيزوروا الكوسيون. أنا الدور ديالي تنفتح لي زونفولوب ولا الضالين. كاين مشروع استثماري، ما يمكنش وزارة الداخلية تجيب مشروع استثماري وتتقول لك بون الجماعة والجهة والداخلية هذه تحط 22 مليار ولا سميتو 21 مليار هي 43 مليار، وكاين اجتماعات وكاين رئيس اللجنة ديال التتبع هو السيد الوالي، وغادي نجي نبقى نهضر. فوقاش يمكن لي نهضر في الوقت اللي لقى المشروع الاستثماري ما شادش؟ راه كاين اجتماعات دوريه في وسط الاجتماعات. اي غاديه في سميتو، لان الان اللي مسؤول على الملف هو السيد الوالي. ما يمكنش انا نجي الناس خدامه ونجي نبقى نقول لهم الطوبيس ما يمكنش. راه في الوقت اللي كنا تناضلوا وسميتو احنا اللي وصلنا لهذه المرحله هذه. دابا الان وزاره الداخليه والجامعه والجهه والناس المعنيه بالامر بهذا الملف، راه الناس خدامه، راه كاين طوبيسات تجي من الدار البيضاء، واحد 50 جو بونس واقيلا ولا 70، كاين واحد العمل. وما يمكنش الناس تشتغل ونجي نقول لهم انا بون وقفوا. يعني الناس دابا راه تشتغل، يعني كاين بحال اللي تنقولوا ملف ديال النقل الحضري، ما تنقولوا سيتي باس، تنقولوا النقل الحضري توضع على السكه، الناس هي تشتغل. هي توضع ولكن تعطى لي واحد الاجل لقيتها اللي هذيك. اه شوف ظرف سنه ولا شي حاجه غادي يكونوا. لا ماشي انا اللي حددت السنه ولا الجماعه حددت السنه، لا
شوف كاين مشروع استثماري مكلفة به وزارة الداخلية الآن، ما عندي الصلاحية باش نهضر في هذا المشروع الاستثماري لأنه شاد الطريق ديالو غدا بعدو إلى غير ذلك، راه تجي ظروف اللي تتوقف، هي جات الزلازل جات كذا فهمتي، ولكن الأهم حاجة هو شاد الدور ديالو. حاليا الجامعة مع الجهة راه 14 مليار اللي حطها في التريزوري، كاينة فلوس الجامعة راه حطها، الآن تنتسناو الشركة باش تحط حتى هي النصيب ديالها، الناس تشتغل. كاين واحد الشيء غير ما كاينش، ربما يمكن كاين سكات ولكن الناس تشتغل، هذا الواقع. كل واحد نعطيوها قوه صحفيه نديرها هنا نديرها في اي بلاصه ماشي مشكل، هو اهم حاجه هو التواصل مع المواطنات والمواطنين ومع رجال الصحافه وتوضيح ما يمكن توضيحه. اما فيما يخص علاقتي بالحزب، انا قيادي في الاتحاد الشركي للقوات الشعبيه، والاتحاد الشركي ما هو حتى ديال شي واحد، الاتحاد الشركي هو تاريخ ديال المغرب، الاتحاد الشركي هو فكره، ما الحزب ما ديال فلان ولا فرتلان، الحزب الاتحاد الشركي اكثر مني واكثر من هذوك اللي باغيين يهرسوا الحزب. عنده قياده وطنيه، عنده اجهزه وطنيه، عنده فريق اشتراكي تيقوم بالدور ديالو، عنده ناس مسؤوله، عنده ناس مناضلين. الاتحاد الشركي ما عندوش علاقه بهذا الندوه نهائيا، بقدر ما عنده علاقه بواحد الشخص اللي تيدير التدبير. انا هنا تنتكلم بالصفه التدبيريه ديالي. واخا نجيو بالنسبه للسيد المدير المصالح، هذا الواقع، اي حاجه تنبغيو نديروها البيع واحد سميتو الا وتراسلوا جميع المؤسسات، تراسلوا تجهيز البوليس الدارك كل المؤسسات المعنيه تراسلوها، سيدي الا ما دارش خدمته يتحمل مسؤوليته، هذا الواقع. هو ولا انا ولا اي كان ما دارش خدمته يتحمل المسؤوليه. لا ما يمكنش غدا من غدا تنخرج تلقى الصحف ولا المواقع الالكترونيه تلقى يلا تصويره البوصيري، كان البوصيري هو اللي تيدبر جماعه فاس. كل واحد راه مسؤول من الموقع ديالو. انا الان في هذه الندوه تنقول المسؤوليه ديالي شنو هي، لان هذا راه ماشي هنا جالسين هنا مقصرين، حنا هنا راه مسؤولين، نتوما راه سلطه رابعه واللي تيسمعنا راه تسمعنا جميع المؤسسات ديال الدوله، يعني حنا هنا مسؤوله. اي واحد دار الاخلال بالمسؤوليه ديالو يتحمل المسؤوليه ديالو. تفضلوا. شنو وقع؟ شوف بالنسبه للسيارات والدراجات الى غير ذلك، اللي تيحدد نورمالمون اللي تيحدد البيع ديالها والتاريخ ديالها هو واحد المصلحه ديال هاد سميتو تيسيرها واحد السيد سميتو الدريسي، نكونوا واضحين، تتوضع لها تاريخ مع التريزور مع السلطات مع كذا. كي جاوبت الاخ من يتم الاعلان بيع سيارات مستعمله خرده او دراجات ناريه وداكشي، مدير المصالح تيراسل جميع المؤسسات، بمعنى هاد السيارات هادو واش قابله للتعاود للسير او ما قابلاش. كل المؤسسات مزيان تتوضع الرئيس يدير اللجنه فيها فلان فلان فلان، لان تيكون هاد السيد اللي مشرف على المصلحه والله ما نعرف تسميتها كاع، تيكون الشاف ديال البارك، تيكون ممثل او سيد مدير المصالح الاداريه، تيكون تريزوري، يعني تنكون واحد السبعه بينا، تيكون من ينوب على الرئيس. انا كنفوضني الرئيس باش نجي لهاد اللجنه هذه. هاد البيع السيارات اللي دابا نايض عليها الضجه راه ماشي هذه النوبه الاولى، راه كان قبل تعلن عليها بانه هادي نبيعوا السيارات ما يمكنلهاش تشرو لي، وجاوا واحد العدد الناس باش يشريوها، ولكن تأجلت طلغات. علاش طلغات؟ لأنه ما جاتناش الورقة ديال سميتو ديال الناس ديال الجمارك بأن هذه راه تيخصهم يتباعوا، وبالتالي كان مفروض علينا باش نأجلوها، وأجلنا هذاك التاريخ اللي سميتو. بون ولات تعلن مرة واحدة أخرى إعلان بأن السيارات العدد ديالها الرقم ديالها شكون هي، هاد السيارات هذه ممنوع باش ترولي، هذه تمشي خورده تبع. نورمالمون كي جاوبت الاخ تيخص الكاتب العام يراسل جميع الجهات المعنيه، واكيد هذه يكون راسل الله اعلم. حنا جينا بون لقينا واحد هو اللي حاضر، دار واحد الثمن اللي هو بخص الثمن، اللي هذاك المحجز فيه واحد المشروع غادي يكون هو واحد المسجد غادي تسكنوا سيدنا، هذاك المحجز تيخصو يخوى. وبالتالي اقترحنا على المعني بالامر بالتشاور مع اعضاء اللجنه كامله
ليستيماسيون ديال داك سميتو زائد 10%. قلنا له الا بغيتي تاخذ هذا الشيء دابا انت بوحديتك ما يمكن يا اما ليستيماسيون زائد 10% يا اما نلغيو الصفقه. بقينا معاه، بقى السيد دريسي معاه الاخوان، اقتنع باش يدي الصفقه ليستيماسيون زائد 10%. فعلا دا الصفقه. كاين واحد المحضر تيصوبو السيد دريسي، انا تنشرط عليها لانه هو رئيس مصلحه، تيصوب داك المحضر، تنجيو حنا الاعضاء اللجنه تيتصل بينا تنمشيو تنسنيوه. بون مشينا هذاك المحضر تيجي للمعلم الامر المشتري تياخذ المحضر تيمشي للتريزور باش يشري باش يخلص زائد 10%. مشى خلص زائد 10%، مشى باش ياخذ المسائل ديالو، طبيعة الحال تيخصو العقود ديال البيع. البيع شكون اللي تيخصو يديرهم له؟ يا الجماعة أو من يمثل الجماعة في رئاسة اللجنة هو أنا. عقود البيع قبل ما نسني له، قلت له أخويا أنا ما نسنيلكش عقود البيع، تيخصك تمشي لعند الشاف البارك يكاشي لك كومكوا هاد السيارات كاينين، لأن بعد الساعة شحال من واحد تيشري الموتورات وما تيلقاهمش، تيشري السيارات وما تيلقاهمش، تيلقى مش عيط لي أنا الشاف البارك قال لي ودي هذا راه جا باش نكاشطيلو داك العقود البيع. قلت له شكون اللي هو الشاف البارك، انا ولا انت؟ قال لي انا. شكون اللي عارف الطوموبيلات؟ قال لي انا. واخويا الطوموبيلات اللي عنده كاشيهم ليا باش يجي عندي نكاشيلو انا. فعلا حط الكاشي ديالو، جاب لي انا كاشيت له سلام المهمه ديالي، مشى جريزه على اساس بمحضر ديال ما يبيعوش الطوموبيلات. حتى مؤخرا بحال ايوا الناس تفاجئ بان الطوموبيل تسيركيلي الطوموبيلات. اذن هذا التجهيز واش ما وصلتهاش المراسله؟ انا براسي تنتسائل تجهيز واش ما وصلتهاش المراسله بان هاد السيارات هادو ما خصهمش يريو ليو. شكون داك المحضر اللي مزور داروا اللي عند تجهيز؟ شكون اللي عنده مصلحه؟ واش البوصيري؟ واش الرئيس الجماعه؟ واش مدير المصالح؟ واش رئيس مصلحه؟ هذا كل اسئله حنا تنطرحوها. اللي عنده مصلحه وحطها لعند تجهيز داك المحضر مزور يتحمل مسؤوليته وتيخش رجال الشرطة دير خدمتها. حنا بعنا سيارات ما يمكن لهاش تسيركيلي بعقود بيع بمحضر بأبيل دوف بالعالم، داكشي تيتنشر بالجرائد. إذن حنا كجماعة شنو الدور ديالنا؟ واش خصنا نديرو بوليس يبقى حاضر اللي شرا؟ ما يمكنش. ما نحملوش الجماعة مالها أو مسؤولين ديالها أو داك أعضاء اللجنة. سيد بعنا له مشى دار لي دار يتحمل مسؤوليته هو او من ينوب عنه او شي واحد اخر كما بغى يكون نوعه. اللي دار التزوير في المحضر وداك الشيء خصو يتعاقب، واخا كنت انا ولا الرئيس ولا كما بغى يكون نوعه. شنو واقع؟ شوف بالنسبه للسيارات والدراجات والى غير ذلك، اللي تيحدد نورمالمون اللي تيحدد البيع ديالها والتاريخ ديالها هو واحد المصلحه ديال هاد سميتو تيسيرها واحد السيد سميتو الدريسي. نكونوا واضحين، تيتوضع لها تاريخ مع التريزور مع السلطات مع كذا. كي جاوبت الاخ مين يتم الاعلان بيع سيارات مستعمله خرده او دراجات ناريه وداكشي، مدير المصالح تيراسل جميع المؤسسات. بمعنى هاد السيارات هادو واش قابله للتعاود للسير او ما قابلاش؟ كل المؤسسات مزيان تتوضع الرئيس يدير اللجنه فيها فلان فلان فلان، لان تيكون هاد السيد اللي مشرف على المصلحه والله ما نعرف تسميتها كاع، تيكون الشاف ديال البارك، تيكون ممثل او سيد مدير المصالح الاداريه، تيكون تريزوري، يعني تنكون واحد السبعه بينا، تيكون من ينوب على الرئيس. انا كنفوضني الرئيس باش نجي لهاد اللجنه هادي. هاد البيع السيارات اللي دابا نايض عليها الضجه راه ماشي هادي النوبه الاولى، راه كان قبل تعلن عليها بانه غادي نبيعوا السيارات ما يمكنلهاش ترولي، وجا واحد العدد الناس باش يشريوها، ولكن تاجلت طلغات. علاش طلغات؟ لانه ما جاتناش الورقه ديال سميتو ديال الناس ديال الجمارك بان هذه راه تيخصهم يتباعوا، وبالتالي كان مفروض علينا باش ناجلوها، واجلنا هذاك التاريخ اللي سميتو. بون ولات تعلن مره واحده اخرى اعلان بان السيارات العدد ديالها الرقم ديالها شكون هي، هاد السيارات هادي ممنوع باش ترولي، هادي تمشي خرده تبع. نورمالمون كي جاوبت الاخ تيخص الكاتب العام يراسل جميع الجهات المعنيه، واكيد هادي يكون راسل الله اعلم،
حنا جينا بون لقينا واحد هو اللي هو اللي اللي حاضر دار واحد الثمن اللي هو بخص الثمن اللي هذاك المحجز فيه واحد المشروع غادي يكون هو واحد المسجد غادي تسكنوا سيدنا هذاك المحجز خصو يخوى وبالتالي اقترحنا على المعني بالامر بالتشاور مع اعضاء اللجنه كامله ليسيماسيون ديال داك سميتو زائد 10% قلنا له الا بغيتي تاخذ هذا الشيء دابا انت بوحديتك ما يمكن يا اما ليسيماسيون زائد 10% يا اما نلغيو الصفقه بقينا معاه بقى السيد دريسي معاه الاخوان اقتنع باش يدي الصفقه ليسيماسيون زائد 10% فعلا بدا الصفقه كاين واحد المحضر تيصوبوا السيد دريسي انا تنشرط عليها لانه هو رئيس مصلحه تيصوب داك المحضر تنجيو حنا الاعضاء اللجنه تيتصل بينا تمشيو تنسنيوه بون مشينا هذاك المحضر تيجي المعني بالامر المشتري تياخذ المحضر تيمشي للتريزور باش يشري باش يخلص زائد 10% مشى خلص زائد 10% مشى باش ياخذ المسائل ديالو طبيعه الحال تيخصو العقود ديال البيع البيع شكون اللي تيخصو يديرهم له يا الجماعة أو من يمثل الجماعة في رئاسة اللجنة هو أنا عقود البيع قبل ما نسني له قلت له أخويا أنا ما نسنيلكش عقود البيع تيخصك تمشي لعند الشاف ديال البارك يكاشي لك كوم كوا هاد السيارات كاينين لأن بعد الساعة شحال من واحد تيشري الموتورات وما تيلقاهمش تيشري السيارات وما تيلقاهمش تيلقى باش عيط لي أنا الشاف ديال البارك قال لي ودي هذا راه جا باش نكاشطيلو داك العقود البيع قلت له شكون اللي هو الشاف ديال البارك أنا ولا أنت قال لي أنا شكون اللي عارف الطوموبيلات قال لي أنا وأخويا الطوموبيلات اللي عنده كاشيهم ليا باش يجي عندي نكاشي له انا فعلا حط الكاشي ديالو جاب لي انا كاشيت له سلام المهمه ديالي مشى لريزه على اساس بمحضر ديال ما يبيعوش الطوموبيلات حتى مؤخرا بحال ايوا الناس تفاجئ بان الطوموبيل تسيركيلي الطوموبيلات اذا هذا التجهيز واش ما وصلتهاش المراسله انا براسي تنتسائل التجهيز واش ما وصلتهاش المراسله بان السيارات هادو ما خصهمش يريو ليو شكون داك المحضر اللي مزور دارو اللي عند الجهيز شكون اللي عنده مصلحه واش البوصيري واش الرئيس الجماعه واش مدير المصالح واش رئيس مصلحه هذا كل اسئله حنا تنطرحوها اللي عنده مصلحه وحطها لعند الجهيز داك المحضر مزور يتحمل مسؤوليته وتيخش رجال الشرطه دير خدمتها حنا بعنا سيارات ما يمكن لهاش تسيركيلي بعقود بيع بمحضر بأبيل دوف بالعالم داكشي تيتنشر بالجرائد اذا حنا كجماعه شنو الدور ديالنا واش خصنا نديرو بوليس يبقى حاضر اللي شرا ما يمكنش ما نحملوش الجماعه مالا او مسؤولين ديالها او داك اعضاء اللجنه سيد معنالو مشى دار اللي دار يتحمل مسؤوليته هو او من ينوب عنه او شي واحد اخر كما بغى يكون نوعو اللي دار التزوير في المحضر وداكشي خصو يتعاقب واخا كنت انا ولا الرئيس ولا كما بغى يكون نوع غادي نبدا بسميتو بالمجلس الجهوي للحسابات فعلا انا الجهه الوحيده اللي استدعتني من اجل الحوار ماشي زعما من اجل كمتهم لا من اجل الحوار والمذاكره في هذا الملف ديال داك المارشي اللي خاص بالطرقات فعلا عيطوا لنا اللي نبدلوا ديالنا عيطوا للتريزور عيطوا اخر ما كاين هو على ان المجلس الجهوي للحسابات اقتنع على اننا في الطريق الصحيح وبالتالي جاوبوا السيد الرئيس على ان هذا الملف هذا احنا اللي معنا الحق والمعني بالامر ما محقوش ياخذ الصفقه لانه اصلا كي قلت لكم دار في داك الطابلو الجهه ديال لي طاكس دار زيرو وبالتالي هاد زيرو تي اليمينيه هذا ما يخص هاد سميتو كانت انا دخلتها في وشايات الكاذبه وان شاء الله الرحمن الرحيم هذه تبان الحقيقه بالنسبه للاتحاد الشراكي باش نكونوا واضحين انا داخل الاتحاد الشراكي من القيادات الوطنيه 34 سنه رسميا في الاتحاد الشراكي كان جات مراحل اللي مشينا في حالتنا في الاتحاد الشراكي من السي عبد الرحمن الغندور من السي مباركي واحد هنا كانت اجنحه وبالتالي تبقى الاتحاد الشراكي تاريخ المغرب ما منحقش حتى شي واحد يتحكم فيه لا داخل فاس لا خارج فاس كاينه قياده وطنيه لها كامل الصلاحيه حنا على مستوى فاس حنا ما عندناش كتابه اقليميه واقولها كتابه اقليميه ما يمكن لهاش تزاوج المده ديال 9 سنين
يعني دا سقوط واللي تيحترم نفسه والان من هنا تنقولها واللي تيحترم نفسه تيخصو ويكون مناضل خصو ما يبقاش يقول انا مسؤول حزبي داخل في واحد الجهاز معين. وبالتالي من هذا الموقع هذا تناش القيادة الوطنية باش جيت تشرف على الأجهزة الحزبية داخل فاس، لأن هذا الحزب ما هو ديالي، ما هو فلان، ما هو سميته. أما الأخ جواد باش نسميوها كاع أخ جواد، الخلاف اللي بيني وبينه ما عندوش علاقة ما هو حزبي وما هو سياسي. أخ جواد تجمعنا كي قلنا مثلنا كطلبة داخل الساحة الجامعة، تجمعني به خلافات شخصية لا علاقة لا بالحزب ولا بأجهزة الحزب ولا بالصراع داخل الحزب. عبدو ربيه من النهار اللي درت رجلي في الاتحاد الشراكي عمري ما كنت نتصارع على المسؤوليات الحزبية، وبالتالي ديما كنت نخلي الإخوان هما اللي هما المبادرة. وبالتالي أنا عمر ما كان عندي طموح ديال الكتابة الإقليمية ولا شي مسؤولية حزبية. حتى البرلمان ما كانش عندي ليه طموح، حتى الانتخاب ما كانش عندي ليه طموح. انا مناضل ديال القاعده بحال من كنت قطاع التلاميذ. هذا ما يخص الحزب. نجيو للمرحله الثانيه، سالت انا كنت خارج للخارج تلقى مغلوقين الحدود ديالي. علاش انا تنتسائل؟ واش انا متهم شي حاجه؟ انا موجود. واش انا عندي شي جريمه؟ انا موجود. واش انا متابع بشي حاجه؟ انا موجود. انا براسي بحالي بحالكم تنتسائل. مواطن نورمالمون القانون شنو تيقول؟ تيقول اودي عندك واحد الشهير ديال البحث، مراهات ما تتبقاش حتى الا كان هذه تمدد البحث الا كنتي معرقل. انا ما موجه ضد حتى شي حاجه، انا اللي حدي الساعه حتى واحد ما استدعاني، حتى واحد ما دار لي شي استدعاء، حتى واحد ما هضر معايا. انا شخصيا تنعترف وتنقول بان انا ما عندي حتى شي حاجه، واتحمل المسؤوليه بهذا سميتو. واللي ضابط عليا شي حاجه انا موجود مرحبا بالعلالي، انا من ضمن سميتو انا تنقولها. هذه حتى هو تحقيق، هذا راه حتى هو تحقيق، هادشي اللي تيتقال راه تحقيق. انا مستعد لكل الاسئله اكثر من هذا. انا مستعد الى انا في الوقت اللي كنا تنهزوا دوله الحق والقانون والحريات وداكشي، انا مستعد باش الى عندي من دلي به الجهات المعنيه باش نعاونها في التحقيق وداكشي، انا مستعد نقولها بصراحه من العلي. هذه بلادنا، الى ما نقيتهاش انا وانت شكون اللي ينقيها؟ اذا كلنا خصنا نتعاونوا في التنقيه ديالها. وبالتالي انا رهنا اشارات كل لا سيد وكيل الملك ولا الفرقه الجهويه ولا السيد الوالي ولا اي واحد مساعد، ولكن باش نعاون ولا عليا شي حاجه مرحبا، ولا شي مقاول قال لك اخويا راني عطيتك وراه سهل يجي شي واحد يقول لك هذاك البوطري والله لا عطيت. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، الصفقات كاينه، لي بون كوموند كاينين، الحمد لله الاجهزه راه حنا في دوله الحق والقانون، المغرب راه تطور، ما بقيناش واحد المغرب اللي سميته. اذا انا كمواطن علاش تغلق الحدود فوجي؟ داعي بيا شي واحد انا موجود، دير بيا شي واحد شي جاي انا موجود، انا مستعد من غدا من هذه اللحظه، ولكن من حقي تي انا نطالب اش واقع لي. انا من تنوض الصباح ونحل التليفون ولا نحل الجرائد تلقى تصويرتي، علاش انا براسي تنتسائل علاش؟ واش السيد البصيري باللي المنابر اللي كتكسب عليك ولا اللي حافظه غير تصويرتك انت كتحمل عليك الخدمه هذه اجندات سياسيه معينه؟ ما تنعتقدش لان شوف ما انا شوف انا واحد الانسان بسيط، انا ما عندي طموح لا سميتو لا العموديه، انا باش نكون واضح ما عندي طموح باش نكون شي زعيم سياسي. انا واحد مواطن عندي تي انا غيره بحالي بحالكم على هذه المدينه، كان عندي غيره على النقل الحضري، تنشوف النقل الحضري ولاد الشعب تنهضر عليه، تنشوف مثلا الزبل بحالي بحالك تنهضر عليه، ملي تيكون المكتب ديال المجلس المدينه شي حاجه ما تعجبنيش تنغوت فيه، ولو انني في الاغلبيه تنشوف المقاطعات جنال ورت شي حاجه ما تعجبنيش شي تنوض. اذا التحقيق دابا بالمقاطعات علاش يشمل البصيري؟ هذا سؤال زين تنطرحه، علاش ما يشملش المقاطعات ويشمل مجلس العماله والجهه وكل البرلمان؟ وراه سمع بين هاد البرلمانيين ماشي كاين البصيري، وانا عاد في المعارضه، انا ما كاين لا في الاغلبيه لا في والو، وراه بينا اشراف في المكتب ديال المدينه، وراه كاين رئيس، كاين عمده، كاين رئيس مجلس الجهه، كاين رئيس مجلس العام، كاين احزاب، ما كاينش البصيري بوحديته. راه ما يمكنش، انا براسي تنسال، انا براسي تنسول، بلا نقول انا شي واحد ما نعرفه، وانا ما عارفش راسي. انا واحد الانسان بسيط جيت تندير دستور عطاني حق باش نمارس السياسه، جيت نمارسها، شي حويجات اللي تضر ولاد الشعب وتضرني تنقولها، شنو المشكل؟ باش انا في الاول قلت لكم الاسئله ما كاينش خط احمر، هذيك الهضره
ديال تبييض الاموال ديال اقسم لكم برب الكعبه الغبراء عمرني ما شتم وبني مراته اذا جوي في الافلام اقسم لكم بالله هذا شوف ما مخموش انا واحد ولد الشعب تخدمت على راسي درت مؤسسات للشريك ديالي هو لي بونك شنو المشكل انا مستعد للتحقيق الى جبت انا فلوسي من شي جهه اكس راه كاين دول لكن اجهزه ما يمكنش هاد البوصيري قاعد داير هاد المسائل كلها والاجهزه الامنيه ما مواكباش ما يمكنش تفضل سي البوصيري واش عندك خلاف شخصي ولا خلاف ما مع سي الدوال لان جوج مشاكل تحققت هي ديال الارض اللي كانت غادي يبنوا فيها الملاعب الفيسلات وهذا المشكل ديال واش كاين شي خلاف السيد الوالي راه تنطلقاه مسكين في الخطابات ديال سيدنا الله ينصرو انا عمرني ما حضرت معاه لا في الاجتماع باش نعارضه ولا في شي لقاء باش نعارضه انا من تنتسدعى لشي حاجه تنحضر تندلي بالدلول ديالي من ما تنتسدعاش ما تنحضرش اي انا السيد الوالي هو كمؤسسه بعيد كل بعد عليا وانا كمؤسسه برلمانيه وفي الجهه او في الجامعه تنقوم وعندي رئيس إذن شنو الخلاف الذي يكون مع السيد الوالي انا ما فهمتش السيد الوالي بالاحترام عليا هو تيقوم بالدور ديالو انا تنقوم بالدور ديالي هذه الاولى بالنسبه لذاك الارض اي باش نكونوا واضحين ذاك الارض اللي بعدا مولاها والله ما تنعرفها اللي حدي الساعه والله وخرج فيا ما تنعرف انا هذيك الارض هذيك جات في واحد المنطقه اللي مرشح عليها فيها السيد عنده الارض ديالو يدير الغازو البوطويات شنو المشكل نكون في التصميم نكون في الاشغال نكون في الرخصه اهم حاجه هو هذاك ولا شكون اللي يلعب تما ولاد الشعب هذيك راه منطقه اللي انا خلقيت وتربيت فيها بالتالي جاب الله واحد السيده يدير لي الملاعب اقسم لك بالله ما تجاوزت دقيقه في الامضاء ديال داك سميتو حليت البارافون لقيتها عيطت للمهندس عبد الباسط قلت له شنو هذه قال لي راه واحد السيده يدير الملاعب عندك في المنطقه ايه وشنو يدير يدير الغازوت بوطويات بدون تفكير درت لها سنير عاد من بعد بديت انا واش خرجتي شتي سميتو هذا بامانه الناس اللي ضخمت هذاك الموضوع شنو الهدف ديالها بان السيد راه يعطاني حنا عندنا داك التفكير يعطانا ياك داز عند رجال الشرطه والقضاء وداك السياره والناس ها هو صدق ما فيها لا رشوه لا عبوده سحبت ذاك الرخصة قانونيا تسحبت لي أنا تجاوز السيد عام وشهر هو يا دابا اللي جاي السمر نقولوا له لا تيخص فلان هو اللي يسنيها وفلان ما يسنيهاش ونبقاو نضخمون وغدا من غدا تجينا شي مؤسسة كبيرة تشغلنا واحد 50,000 ديال الشباب نقولوا نبقاو نعرقلوا تيخص تبسيط المساطير سيدنا الله ينصرو قال لك تبسيط المساطير المستثمر لأن ذاك السيد شنو غيدير عنده الأرض ديالو رزقو ماشي ديالي ولا الجماعة أرض ويدير الغاز ويدير جوج بوطويات واحد جوج ولا ثلاثة الملاعب يلعبوا ولاد الشعب وحنا أصلا الملاعب ديال فاس كاملة موقفة ما مصلوحة شيء وما نعطيوش لهذاك الرخصة كوا إذن حنا علاش مرشحين نبقاو نكذبوا حنا سي طامبار شوف نبقاو نكذبوا على الشعب واش الشعب راه تيخصو يثيق في النخب السياسية وباش يثيق تيخص شي حويجات تخرج على أرض الواقع ومن ضمن هاد الملاعب من ضمنها مجموعة ديال المسابيح الطرقات ما كاينينش هاد الرخصة الرخصة ديال داك الملاعب فيها نقاش قانوني كبير كل واحد عنده بعدا نتفقوا واحد الحاجه نعم شي حاجه ديال الرشوه ولا شي حاجه الترافيك ما كايناش لا ما كاينش هذا بعدا هذا الشيء احنا اتفقنا عليه السيد صاحب الرخصه ما تنعرفو ما تيعرفني هذا الشيء العالم ولا عارفه لا رجال الشرطه ولا القضاء الحمد لله كاين خلاف قانوني انا تنشوف بوصيري عبد القادر رئيس الاشغال ماشي الصفقات الاشغال عندي واحد مصلحه تقنيه هذه المصلحه التقنيه شمن الرخص تعطي تعطي الرخص ديال الحفير ديال الماء والضوء للموبلات داك لي بوست ديال الرضيف ديال الاتصالات والى غير ذلك يعني واحد الرخص تعطى المصلحه التقنيه هذا السيد هذا جا دار لنا بعد عنده واحد الالتزام بان ما يبني ما والو هذا عنده ارض هيدير فيها غازو يدير بوطويات يعني علاش هادي تمشي السؤال علاش هادي تمشي هاد الرخصه عند مصلحه التصميم نورمالمون اي وثيقه ولا اي ملف تمشي عند مصلحه التصميم تيخصو يمشي لاجونس اوربان لاجونس اوربان باش مهتمه بالبني اذا هاد السيد ما يبني ما يدير صور
هيدير الغازو بوطويات. انا شخصيا بدون قوانين ما انا ما مقتنعش باش تمشي مصلحه التصميم. هما تيدرجوها بان المشاريع الكبرى شمي مشاريع كبرى، والسيد يدير المدرجات، السيد عنده يدير الغازو بوطويات، اي قانون كما بغى يكون نبسطو سميتها عطيتها هي انا ولا عطاها. واخا نجيو للسيد العمده الساعه اللي سحب الرخصه، سحب الرخصه بناء لان السيد تجاوز هذا فيه نقاش. هو انا لان الملف مشى للقضاء انا كنت مع الرخصه ما خصهاش تسحب ولو تجاوزت القانونيه لها، لان تيخصنا ندافعوا على انا ندافع على الموقف ديالي، لان ها هو هادي تزول الاعفاء ما بقاش عضو جماعي. شنو المشكل؟ انا راه جابني الشعب تما، جابني الشعب بان سهل وباش نبسط ماشي باش نعقد. اذا الى 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 انا ما درتش الخطا الجسيم، ما ارتكبش واحد الخطا الذي يدعي باش الاقاله ديالي. علاش نتقال؟ شديت رشوه، بعت وشريت، بعت الموبلات، درت لاطين بي، درت الاعفاء فيها، عفيت الناس الدار الضريبه اللي تيكونوا شادين الصف لتحت، درت ودرت. انا سنيت واحد الرخصه، واحد المواطن يدير غازول ولا الشعبي يلعبوا، نديرها انا ولا يديرها واحد اخر، شنو المشكل؟ نبسطوا. بون الرئيس تيشوف بانه تجاوزت المده القانونيه ديالو، هي اللي عام وشهر سحبها، تبقى عنده الصلاحيه. الان الملف عند القضاء، القضاء يقول الكلمه ديالو، غادي ندافع على وجهه النظر ديالنا ولا تم الاقاله ديالنا. شنو المشكل؟ حنا ماشي جينا باش ناكلوا من هذه الجماعه، حنا جينا باش نشتغلوا، ما بغاوناش نمشيو في حالتنا. شنو المشكل؟ ما عندناش، انا ما عنديش مشكل نقاف الجماعه، هادي يكون تنقوم بالدور ديالو امام الله وداك الثقه اللي دار فيا المواطن. مشيت في حالتي ما عنديش مشكل، ما يضمنش شي واحد بان راني نتشبت بهذه المناصب. هذه المناصب ما نتشبتش بها، لان اصلا انا ترشحت مرشح ديال سيمانه، تبقات سيمانه عاد قالوا لي اجي ترشح، والشعب دار فيا الثقه ودزت للبرلمان ودزت للجماعه. شنو المشكل؟ المره الجايه الا ما دارش فيا الثقه الشعب نمشي في حالتي، ما عنديش مشكل. سي بوصالي، علاش يعني ميزانيه التدبير تمنعات عليكم؟ كاين غير ديال التسيير، التدبير ما كاينش. ايوا التدبير واش ما كاينش كفاءات الجماعه؟ لا لا، الجماعه الحمد لله فيها ناس، فيها شوف جماعات، فيها ناس، فيها الكفاءات، فيها ناس مستوى عالي فيها. انا ما عنديش جواب ليها صراحه، والله ما عندي الجواب، والله وكان عندي الجواب تنقولها. حاليا الجماعات فاش تشتغل بلا ميزانيه، علاش كوا؟ والله ما عندي الجواب، والله وكان عندي الجواب تنقولو. والله اول حاجه تنترحموا على داك الناس، الله يرحمهم جميعا وبالمغفره والثواب. وانا شخصيا كنت ضد داك الطريقه اللي كانت يتوصلوا داك الناس بداك الاعانات ديال التنصب ديال البوز وديال السياسه، لان من تدير شي عمل تديرو مع الله سبحانه وتعالى، لان اذا بغيتي دير شي حاجه تديرها مع الله سبحانه وتعالى. قمنا بالواجب ديالنا مع سيدي ربي، الله يجعلها في الميزان المقبول. رفضت باش نتعلم، لان لو السؤال ديالك ما سميتوش، انا ضد داك القضيه يتصور ولا ندخلوا في نقاشات، لانه هذاك عمل ديال الله سبحانه وتعالى، الله يجعله في الميزان المقبول والله يرحم داك الناس. شكرا. انا الا سمحتوا لي تنتوجه لكم بعدا بجزيل الشكر، وتنطلب من جميع المرابر الاعلاميه كيف ما بغى يكون اللي تنختلف معاها، انا ما تنختلف مع حد بعدا غير اللي بغى يختلف معايا، من يجيهم شي خبر تليفون ديالي راه معروف ونجاوب بكل صدر رحب. انا ما هربان، ما عندي متابعه، ما عندي ضريبه تتسالني، ما عندي لاسينيسيس تتسالني، الحمد لله ما عندي شي ملف خيفان عليه. انا وكنت خيفان شي حاجه ما نعيط لكم شي ونهضروا بشرح من الله، واللي تيسال البوصيري شي حاجه ما يسرنيش، واللي عطاني شي رشوه ما يسرنيش، واللي لقى شي ملف انا مخروض فيه ما يسرنيش. الى السرني راه يوم القيامه نحاسبه انا امام الله. وبالتالي انا تنقول لكل الشارع الفاسي وكل المغاربه، كاين الرجال في هذه البلاد هذه وكاين اولاد الناس هذ، راه ماشي كلشي موسخ للاسف، كاين اللي تتحاملوا عليه وكاين اللي للاسف تتامروا عليه. حنا جينا باش نخدموا هاد فاس، ما قبلوناش ما عنديش مشكل، نمشي في حالتي الدنيا هانيه، لان انا هدفي هذاك الناس اللي صوتت عليا دارت فيا الثقه، رمات لي واحد الامانه تنقوم بها أمام الله وأمام العبد. وشكرا للجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.